السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء آخر من لقاءاتنا الأسبوعية في رحاب الأدب والفن. نتمنى أن تقضوا معنا فيه وقتا طيبا ومفيدا. تستعد إمارة الشارقة بإشراف هيئة الشارقة للكتاب لأكبر مشاركة عربية في تظاهرة ثقافية في أمريكا اللاتينية، وذلك بمناسبة اختيار الشارقة ضيف شرف الدورة 25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب في البرازيل الشهر المقبل. بترحيب برازيلي واسع، شاركت هيئة الشارقة للكتاب ممثلة إمارة الشارقة في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إطلاق معرض الكتاب الدولي في ساو باولو، بشراكة استراتيجية مع إمارة الشارقة ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك بحضور سعادة إبراهيم العلوي قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل ووفد إماراتي، إلى جانب حشد من إدارة المعرض والمثقفين والصحفيين، وذلك في المركز الثقافي البرازيلي وسط ساو باولو. إضافة نوعية للعلاقات الوثيقة بين الإمارات والبرازيل تأتي في سياق عدد من الخطوات والإجراءات المتخذة من البلدين لتعزيز التبادل الثقافي والحضاري. نوع اعتزاز كبير أن دولة الإمارات وإمارة الشارقة ستكون أول ضيف شرف لمعرض الكتاب في ساو باولو، فهذه إذا يدل على متانة العلاقات بين الدولتين، علاقات متميزة، علاقات تنمو يوما بعد يوم، فالمتابع لهذه العلاقات يرى تطور يومي، فهناك إعفاء من التأشيرات، هناك ضيف شرف لمعرض الكتاب، هناك اليوم نتكلم عن طيران يومي. دعم الكتاب البرازيليين لترجمة كتبهم ونشر الثقافة الإماراتية والعربية والتعريف بها للمجتمع البرازيلي بمختلف الوسائل، إضافة إلى عرض دور النشر الإماراتية لكتب باللغة البرتغالية وأنشطة ثقافية كثيرة ستميز الجناح الإماراتي في المعرض. اليوم نحن نجني القوة الناعمة للثقافة الإماراتية التي عززها صاحب السمو حاكم الشارقة، هي رسالة الشارقة للعالم، رسالة المحبة، رسالة الثقافة، ورسالة الحوار الثقافي المشترك بيننا وبين شعوب العالم من خلال تواجد الشارقة في هذا المحفل الدولي. يعتبر البرازيليون مشاركة إمارة الشارقة في المعرض إضافة نوعية ستفتح الباب نحو اتساع في التبادل الثقافي وتمهد للمشاركة البرازيلية في معرض الشارقة الدولي للكتاب. من أبرز ما يميز معرضنا هذا العام ويمنحه خصوصية جميلة هي مشاركة الشارقة معنا، فبالنسبة لنا الشارقة تعتبر منارة للثقافة والكتاب في العالم العربي، ونتوقع أن يثمر تعاوننا معا باتجاه شراكة ثقافية كاملة، حقيقة نتشرف بهذا التعاون ونحن سعداء به كثيرا. مشاركة إمارة الشارقة في أحد أهم وأعرق معارض الكتاب في القارة اللاتينية والترحيب البرازيلي بها يظهر متانة العلاقة الإماراتية مع البرازيل ودول أمريكا الجنوبية. في المركز الثقافي بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة انطلقت فعاليات الدورة 7 من ورشة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة بمشاركة 41 متدربا ومتدربة على مستوى إمارة الشارقة. عدد من الورش الفنية المسرحية يحتضنها المركز الثقافي في مدينة كلباء استعدادا لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة بمشاركة 41 متدربا ومتدربة يتلقون دروسا ومحاضرات ويقومون بتطبيقات عملية على أيدي متخصصين في مجالات العرض المسرحي، السينوغرافيا من تمثيل وإخراج ودراماتورجيا، حتى انطلاقة المهرجان في شهر سبتمبر المقبل. ورشة السينوغرافيا في مركز كلباء تعتمد على أن احنا نعلم كل المشتركين كل عناصر السينوغرافيا المختلفة من ديكور وأزياء وإضاءة إلى جانب الموسيقى، إلى جانب الصوت، إلى جانب التمثيل والإخراج، أهمية النص في العمل ككل. عندنا المشتركين مثل ما قاعد تشوفون قاعد يشتغلون، كل واحد فيهم قاعد يشتغل بطريقة مختلفة من خلال مكت مصغر. المكت عبارة عن مجسم بمقياس صغير
لخشبة المسرح، ومن ثم يبتدي كل واحد فيهم يسوي مكعبات. المكعبات راح نبتدي نضيف لها ستائر وخامات وأشكال مختلفة. بعد ما نخلص إن شاء الله المكت المصغر راح نبتدي نشتغل على مكت أكبر. انطلاقة متميزة كعادة الورش السابقة التي يسجل بها الفن المسرحي في الشارقة صفحة جديدة في سجل الإبداع القائم على التخطيط المدروس لتحقيق جملة من الأهداف من شأنها الارتقاء بالفن المسرحي وإعداد كوادر مسرحية قادرة على العطاء والدفع بمسيرة المسرح في الإمارات خطوات متقدمة. ولذلك فإن أهمية ورشة السينوغرافيا تبدو بارزة بالنسبة لكل المشتركين فيها. الأهمية من هالورشة أن كل مشترك يعرف ستيج المسرح أو خشبة المسرح متكونة من شنو، عناصرها شنو، أهميتها. كل واحد فيهم يكون عنده دراية وفهم وعلم ديكور المسرحي، أهميته في النص المسرحي شنو هو، دور مهندس الديكور مع المخرج مع المؤلف شنو راح يكون. في جانب نظري كل واحد فيهم استلمه وقاعدين نتكلم فيه في كل يوم قاعد نشتغل فيه، أن كل واحد فيهم يكون عارف المذاهب المسرحية، السينوغرافيا بأنواعها وبتعريفاتها، الإضاءة ودورها المهم، النص المسرحي وطريقة تفكيكه، أن احنا شلون نبتدي نطور هالموضوع من كلام على الورق إلى كلام مشاهد ومرئي على المسرح من خلال ديكور وأزياء وإضاءة وحركة ممثلين. يخضع المتدربون في هذه الورشة على المستويين النظري والعملي لبرنامج مكثف، وقد حققت الدورات السابقة نجاحاً لافتاً تمكنت من تقديم ما بين 8 إلى 10 عروض مسرحية من إخراج المشاركين في كل دورة. شاركت في ورشة السينوغرافيا اللي هي في من ضمن عناصر العرض المسرحي في مهرجان القصيرة. طبعاً هذه الورشة تفيدنا كثير في المجال المسرحي، وإن شاء الله بإذن الله راح يكون لي مشاركة في مهرجان القصيرة في هذا العام. شاركت قبل 2 سنين أيضا في هذا المهرجان وكانت استفادة كبيرة. إلى جانب التمارين النظرية والتطبيقية، تتيح دورة عناصر العرض المسرحي للمشاركين بها اختيار ومناقشة وتطوير نصوصهم المسرحية وتصوراتهم الخاصة بالتمثيل والإخراج، تمهيدا للمشاركة بها في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي يشترط الاستناد على نصوص من مكتبة المسرح العالمي على أن تقدم باللغة العربية. كما يشجع المهرجان على أن يعتمد في بناء مناظر وصور العروض على الأداء التمثيلي. في الشارقة أيضا تتواصل الدورة الصيفية لتعليم فن الخط العربي والزخرفة، والتي يشارك فيها العديد من المتدربين من مختلف الأعمار والجنسيات. كاميرا برنامج أدب وفن نزلت هذا الأسبوع إلى مركز شارقة لفن الخط العربي والزخرفة ونقلت هذه الصورة. يجيء الصيف كالعادة فيشهد مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة أنشطة وفعاليات متعددة، لعل أبرزها الدورة التدريبية لتعليم فن الخط العربي والزخرفة والتذهيب. هذه الدورة المستمرة طوال العام والمقسمة إلى مراحل يتعلم فيها المتدربون من الجنسين ومن مختلف الأعمار حتى الجنسيات أساسيات فن الخط والزخرفة على أيدي مدرسين محترفين يعتبرون من أكفأ المهارات في هذا المجال. خلال هذه الدورة في عندنا كل أسبوع ورشة خط وورشة بالنسبة للزخرفة. فبالنسبة لورشة اليوم هي ورشة تكميلية، طبعا هي عن القواعد الأساسية في الزخرفة النباتية المحورة وكيف ارتباطها أيضا بالزخارف الهندسية وفق القواعد الأساسية والعلمية اللي أخذت في الجامعة واللي أخذت في المعاهد الدراسية. فنبدأ طبعا بالدروس اليومية، الطلاب يأخذون الدرس ثم ننتقل الساعة 5 إلى الورشة اللي إذا كانت في ورشة الزخرفة. نعطيهم عن نبذة عن تاريخية بسيطة نظرية عن ورشة، ثم ندخل بالجانب العملي. أنت كما تعلم أن الجانب العملي هو الأهم في الفنون الإسلامية، لأن هي عبارة عن حرف يدوية تنسقل بالعمل اليدوي.
في هذه الورشة التي حضرتها كاميرا برنامج أدب وفن، يقوم المدرس الفنان مصعب الدوري بتعليم الطالبات والطلبة أساسيات فن الزخرفة والتذهيب الذي يدخل في إطار اللوحة الخطية كعنصر أساسي، خاصة في إنجاز اللوحات ذات الطابع الإسلامي، فيتعلمون على الأغصان والأوراق وطرق رسمهما، ومن ثم إكسابهما طابع الزخرفة المطلوبة. طبعا كل المدخل للزخرفة هو عن طريق القواعد الأساسية بيسك. فمن ضمن القواعد الأساسية نحن نأخذ الغصن اللي هو يمين يسار مستقيم، يكون سميك من جهة ومذبب من جهة. هذا الغصن نفسه هو الغصن المنحني اللي يسمى الحلزون. الحلزون اللي هو عبارة عن الدائرة وهي تدخل إلى الداخل، تكون حاول نحن قدر الإمكان تكون مسافات متساوية. القاعدة الثالثة في الأسس الزخرفة هي الورقة. طبعا الورقة هي نأخذ الغصن الأول ونترك مسافة بسيطة ونأخذ من هذا الجزء إلى هذا، هذا كأنه مستمر، هذا نعتبر الحركة الأولى. إنما يقدمه مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة من إمكانات وما ينظمه من دورات وورش تدريبية تشجع كل من يرغب في ممارسة هذا الفن الإسلامي العريق على تعلمه وإجادته. جذبني الملتقى الثقافي أو ملتقى الخط العربي بالأحرى يعني في الشارقة، فكان دائما كان عندي فضول أن أتعلم الخط العربي أو الزخرفة الإسلامية، والطابع كما انت تعرف يعني في الشارجة الطابع الإسلامي طابع موجود يعني، فحبيت أتعلم الخط يعني. ما كان عمري بديت أو فكرت أن أخط أو أن أتعلم الرسم الزخرفة يعني، بس دائما كان عندي حب فيها وفضول أن أتعلم، والحمد لله يعني اكتشفت أن في يعني نفس دروس ومركز تعليمي ويوفر كل الحاجات والدروس يعني التعليمية. هناخذ الوردة الخماسية اللي هي مشهورة جدا في كل الزخارف، تشوفين دائما في أي زخرفة تستخدم الوردة الخماسية. الوردة الخماسية هي عبارة عن دائرة مقسومة بالنص. هذه الدائرة مثل ما هو معروف إنه هي وردة خماسية، فإذا خمس دوائر. أول دائرة تكون بالنص، بعدين اثنين تناظرها ايضا اثنين، فناخذ احنا فقط الغطاء الخارجي، فحتكون عباره عن دائره خماسيه اللي هي تكون هنا موجوده. شوفيها مثلا هذه موجوده، هذه ثلاثيه من جزء الخماسيه، وهذا اللي تكلمنا عليه الاوراق. الخط العربي فن يستلزم الممارسة الدائمة والتعلم المستمر وعدم التوقف، بالإضافة إلى القراءة والاطلاع على فنياته وتاريخه وأعمال كبار الخطاطين. في طبعا عندنا طلاب مستمرين من 9 سنين، في طلاب مستمرين 5 سنين، فهذول صاروا متقدمين ومحترفين، وقسم منهم يشاركون في المهرجانات الدولية، نعم وعندهم جوائز دولية في الزخرفة، وما زالوا يحضرونه. فإحنا نقسم الدرس في البداية إلى المبتدئين، ثم الدرس النصف الثاني إلى المتقدمين، وإذا في ورشة تتخلل في الوقت المنتصف الورشة. وطبعا هي هذه الدروس تكون بالنسبة للمبتدئين موجزة، إلى ما يوصل مرحلة معينة يبدأ هو يأخذ وقته، فيحتاج إلى وقت للتدريب وإلى وقت للتنفيذ اللوحات. من الأنشطة الثقافية التي ينظمها النادي الثقافي العربي في الشارقة الجلسة الحوارية النقاشية لأحد الإصدارات الحديثة. هذه الجلسة ينظمها النادي أسبوعيا لمناقشة أحد الإصدارات الحديثة، وكان جلسة الأسبوع الماضي لمناقشة كتاب الحلم والوعي والقصيدة للناقد الدكتور علي جعفر العلاق. تحدث في الندوة الدكتور صالح هويدي
مشيرا منذ البداية إلى أن محتوى ومضمون الكتاب موضوع النقاش وقيمته تكمن في شعريته، حيث تحلل المؤلف كما قال من التقاليد الأكاديمية شكلا ومحتوى. فكتاب الحلم والوعي والقصيدة تضمن مقدمة موجزة وإحدى عشرة فقرة عن فضاء القصيدة والشعر ولغته المراوغة هكذا سماها، وعن وظيفة الشعر وصوت الشاعر الخاص وغربته وغرابته، والشاعر والأمكنة، والشاعر والحبر والصداقات، ثم الشعر في ضيافة الرواية، وجال أيضا في وظيفة الناقد ونواياه والأسماء والصفات. وهو كتاب جديد يتضمن مجموعة من المقالات في الشعر والشعراء والنقد والنقاد والترجمة وأشياء أخرى مجاورة لذلك، وشاعر يرتقي كتابه هذا إلى مستوى وعي مميز، ولغته لغة مجازية عالية، وتناول موضوعاته بشكل لافت مثير وذكي. الكتاب في جانب منه يتوقف عند النقد ودور الناقد وثقافته وأخلاقه ونواياه السلبية والإيجابية وأثر ذلك فيما ينتج، إلى جانب بحثه في موضوع أن يكون الشاعر ناقداً أيضاً، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على بعض رموز الإبداع والظروف التي أحاطت بهم. في هذه الليلة تكلم الناقد دكتور صالح حويدي في إطار هذا الكتاب لدكتور علي جعفر العلا، الذي يعني يتكلم فيه عن بعض الدواوين وبعض الشخصيات وبعض الأدباء وبعض الشعراء العرب والأجانب. الدكتور علي العلاق يتكلم عن شاعر وعن ديوان ليس فقط عن الناحية الفنية، ولكنه يقدم حزمة من الآراء والرؤى النقدية، وأيضا مجمل ما حول هذا الكتاب أو الشاعر أو الأديب من رؤى حياتية وما هو متصل بالمكان والزمان إلى آخر هذه المنظومة. تناول المؤلف في هذا الكتاب الذي أشبعه الحاضرون نقاشا نظرا لأهميته في سياق الثقافة الشعرية والنقدية العربية، تناول عددا من شعراء العربية من زوايا صلته بهم إبداعيا وإنسانيا، في محاولة لتقديمهم إلى القارئ من خلال زوايا إبداعية وجوانب إنسانية. لا يخفى أن في كتاب الدكتور العلاق نبرة أسى شفيف يعبر عنها هذا الكتاب بعد مرحلة ومسيرة طويلة تقاعد فيها من الجامعة، ويعيش ظروف البلد غير الطبيعية والكوارث التي حدثت ولا تزال والمشهد المنافي والهجرات، لذلك نشعر بلغته الآسية الحزينة الشفيفة. ما يستشف من كتاب الحلم والوعي والقصيدة هذا أن دوافع الكتابة الشعرية واقتناص القصيدة تختلف بين الشعراء، وأن للقصيدة أوقاتها الخفية، فقد تأتي لينة وقد تستعصي على الشاعر إن حاول ولم يفلح في تصيد فكرتها. ما زالت بيوت الشعر العربية التي أطلعتها إلى الوجود يد الشارقة البيضاء بدعم ورعاية من حاكمها سلطان الثقافة، ما زالت هي العنوان الأبرز في المشاهد الشعرية والأدبية في البلدان التي أنشئت فيها. وقفتنا الآن مع دار الشعر في مدينة مراكش المغربية، التي أقامت نشاطا ثقافيا شعريا في خيمة صحراوية أقصى جنوب المغرب. بخيمة صحراوية تقليدية وسط مدينة الداخلة، اختارت دار الشعر بمراكش تنظيم احتفاليتها بشعراء الحسانين. هم ثلة من الشعراء المنتمين إلى مختلف قبائل الصحراء، يتقدمهم الشاعر محمد سليم بابا ممثل شعراء الداخلة، وطاهر خميبيلا ابن مدينة قليميم، ومحمد سويح ابن العيون، ومحمد مرود الأحمد من طنطان، ومحمد الكوري والشيخ الطار من الداخلة، وابنة مدينة سمارة خديجة العبيدي. نحن ثقافتنا خليط من حضارات بلا وسيط، واللي باقي عن ذاك يميط الاسم يجبر لهجتنا حسانية لفظ وتخطيط عربية رمز دعتنا أمازيغية بتشرميط لهجتنا هي حجتنا من الخليج إلى المحيط مفهومة بها لغتنا ذا كامل موحد بخريط العرق ما ظهرت كبوتنا ونحن وهل الخليج أخوت مالكيين بسنتنا
خلاط المرجان وياقوت في العادات وثقافتنا. وجه شكر عام وخاص لقناة الشارقة، ونوجه لي قناة شكر خاص تغطي تراثنا الحساني والشعر الحساني، ونهني أي جهة تهتم بهذا الشعر، ونطلب من الباحثين والكتاب الاهتمام بهذا الشعر، لأنه هذا تراثنا، هذا تراث أمة. أمسية الدخلة أو حين يعود الشعر إلى تربته الأولى الصحراء التي عرفت حضورا متميزا لعشاق الكلام المخفى، احتفالية كبرى بالمنجز الشعري الحساني الأولى من نوعها لدار الشعر بمراكش. وماله هو زاد البد به الدينين مصير وحقق من شي مؤكد، ما نحتاج إلا لكن شرب جاو عندك يا النعبد، يا رب احفظهم تدمير الكيان ولا تمرمد وتيسر لي كل عسير، بلا كد ولا نكد ومع العمر ما تسير، يعود أمه اللي زين وسد باب الشر وباب التعسير، عني يا الكريم برد عليتي ريتك وذخير، بعد في الأخلاق ومتهرد انتم ولا نزال صغير والعيني انتم بند، والسعير اللي فيه الدير أهل الوجوه تسود جني منه يا مجير، ومنين نتكى في اللحد ويجيني منكر ونكير. كان حفلا وسمرا متميزا فيه يعني يتلاقى مجموعة من الشعراء الحسانيون الذين يمثلون مختلف الأعمار مختلف الفئات العمرية التي كانت مشاركة في هذه الأمسية. أنا كشاب حقيقة هؤلاء الأدباء الكبار الذين حظيت بشرف المشاركة معهم هم بالنسبة لي أساتذة ومنهم أتعلم. هي أمسية للشعر الحساني المسمى بالغناء، احتضنتها خيمة صحراوية تقليدية اعتادت منذ قرون استضافة كبار شعراء الحسانيين الذين يشكلون أحد الروافد الأساسية لهوية الشعر المغربي بعمقه العربي والأمازيغي والحسانية. قول لما قبلك درقت في أشكال الشرك لين صعاب الحال والضلال، وكانت بحبال الجاهلية مذهبية، جيت وسليت من الضلال لما ومن الجاهلية، والشرك عادة لا ينقال عن لما محمدية، من لازم ما نظهر كلمة يكون في مدحك يا نبي، ما خلاك تستاهل معينية بالمدح عليا. وهذه البادرة بادرة إحياء ليلة للشعر بشعار سحر الغناء، لا شك أنهم لاحظتم الفئات العمرية المختلفة التي حضرت، والنخبة الشعرية من الشعراء ومن الذواقة الذين أثثوا هذا الفضاء هذا المساء. استمتعنا بقراءات شعرية ممتازة، استمتعنا بوصلات موسيقية. وتبقى شبه جزيرة الدخلة إحدى حواضر مدن الصحراء المغربية التي لا زالت متشبتة بتراثها الثقافي والفني الحساني، كيف لا ومجالس ساكنة قبائل الصحراء لا تكتمل إلا بقرد الشعر. بمدينة الدخلة إذن شرعت دار الشعر بمراكش خيمتها التي استقبلت تلة من كبار الشعراء الحسانيين وعشاق الكلام الموزون. كريم الخرخوري لبرنامج أدب وفن، الداخلة، أقصى جنوب المغرب. ومن المغرب إلى مصر، إلى بيت الشعر في مدينة الأقصر المصرية الذي نظم أمسية شعرية لشعراء شبان، استمرارا لنهج البيت في دعم الشعراء الشباب وتحقيقا لأحد أهدافه. داخل مقر بيت الشعر المطل على طريق الكباش الجديد بمدينة الأقصر، قدم 4 من الشعراء الشبان أروع ما لديهم من قصائد في أمسية أعدت خصيصا للشباب من أجل التعرف على جيل واعد من الشعراء من محافظات مصر المختلفة، منهم محمد مملوك من محافظة الدقهلية والشاعر يونس محمد من محافظة الإسكندرية. لم أزل أتنهد والله أبعد من ومضة في القصيدة، والناس أقرب للماء والأكسجين من الضوء، والأرض أضيق من لفظة وسعت حيرتي فاستعرت لها الطرقات، وأنت احتضار اللهيب على شمعة لم تصل بعد. شكرا. أشكر بيت الشعر الذي حول الجنوب من مكان طارد للمثقفين إلى الشمال إلى قبلة
يتجه الشماليون أو أهلنا في الشمال إلى هنا، فأصبح بيت الشعر وأصبحت الأقصر هي منارة وقبلة للمثقفين والمبدعين. شايف أن الأمسية موفقة جدا بشعرائها المتميزين، كل له لونه وتجربته، وهذا ليس غريب على من يأتون إلى بيت الشعر بالأقصر. قدم الأمسية الشاعر حسن عامر منسق الأنشطة في بيت الشعر بالأقصر الذي قرأ بعضا من السيرة الذاتية لضيوف الأمسية. وقدم الشاعر يوسف عابد من محافظة شمال سيناء من مواليد عام 1997، وهو طالب في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والذي قرأ جزءا من قصيدته ثقب بجلباب الظلام. معي من جنوني حصانة ريح لأمشي طويلا طويلا بدون دليل، ولكن هذا الذي في يدي كتابي وللأهل تلك الخيول. بيت الشعر بالأقصر طبعا هو مكرمة كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، هذا الرجل النبيل المحب لمصر والمحب للعروبة والمحب للثقافة والإبداع، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ومع طبعا محافظة الأقصر، يعمل دائما من خلال رؤية واضحة وثابتة، لا ننحاز لغير الأجود، لا ننحاز لغير الأصيل. هذه الأمسية التي ينظمها بيت الشعر بالأقصر تهدف إلى ما يسمى بخلخلة أو زحزحة الثوابت، من خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من الشعراء الشبان، بهدف فتح نوافذ للتعرف على الشباب الموهوبين وإبداعاتهم الشعرية المختلفة. والأحلام سانحة كفستقة تقشر نفسها للطير، هذا المشهد اكتمل الصباح به فجئت، كأن قلبي أخضر لم يختبره الحزن، لم يهطل عليه الراحلون من السماء، ولم يعكر ماءه حجر التذكر. بيت الشعر هو النقطة المضيئة الأعظم، مش في 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 مصر، هي تقريبا في الوطن العربي بالنسبة للشباب. احنا كنا جيل تقريبا مختفي، فإن يكون في مكان مهتم بينا وبيظهرنا وبيقدم جيلنا بشكل محترم كده حاجة عظيمة جدا. اختراق المحافل الثقافية المختلفة والكشف عن كل ما هو متميز، هذا هو نهج بيت الشعر منذ إنشائه هنا في محافظة الأقصر، والذي صنع منذ إنشائه حراكا ثقافيا كبيرا. لا يتوقف نشاط بيت الشعر بالأقصر على تقديم الشعراء الكبار لجمهور البيت فقط، بل يمتد نشاطه عبر الزمن والمكان في آن واحد ليقدم شباب الشعراء الموهوبين من محافظات مصر المختلفة. لبرنامج أدب وفن قناة الشارقة، مستجاب عبد الله، الأقصر. انتهى اللقاء وتوقف المشوار، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله في رحاب الأدب والفن. نستودعكم الله وإلى اللقاء.